تعال روح نوقف هني. ايه ماشي. ايه نشرب لنا كولاي. هلا انت رح تشوفي كيف أتارف رح يهزمه بكل تأكيد. هالمسكين كان متعود يضرب المجرمين بمكان عمله جوات مركز الشرطة، واليوم رح تتغير كل عاداته وينضرب قدام الكل من أتارف. أمي ما عم بفهم شي لهلا. شو هالحكي الفاضي؟ مالها رفقت عقله هالآخر. تعرفي أتارف رح يضربه كتير ويخلص عليه على الأكيد. أنا واثقة من هالشي. يا بيلو أنت كيفك؟ شو ما اشتقت لي؟ شفت شو متساوي؟ شفت لوين جابوك اليوم يا صغير؟ سنبدا. أنت وين هلا؟ وينك بيلو؟ أنت إجيت تشوف المباراة؟ بدك تصارع كمان يا صغير؟ ابني بده يصارع بعضلاته، ابني البطل. شربت الحليب تبعك؟ قلي. وكمان بيلو ما بديك تخاف أبدا، أنا رح قاتل كل هدول العالم يلي هون ورح أخدك معي كمان. ماشي؟ اسمعي كلياني، خليكي بعيدة عن بيلو، عم تفهمي علي؟ سنبدا رجاءا، ما في داعي تصرخي فوق راسي، رح روح، رح تغمي من الشوب أكيد. دافع عن حالك، انت بتقدر تضربه وتخلص عليه بسهولة، بس نحن ما نوثق بأتارف، انتبه على حالك. لوين راح السخيف؟ شو خاف مني يعني؟ قولوا لي وينه هرب؟ ليك انا ما بخاف من حدا، انا قوي بشكل كافي لدمرك، ويا ريت كل الموجودين ينتبهوا، لانه يا عمي لما اخلص منه ما رح يضل في عقبه بطريقي نهائيا. انا باكد لك انه هو ما رح يضل معه بحياته اي شيء، مفهوم؟ انتبه منيح على حالك أتارف. رح يغلبوا. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.